اختتمت بورصة الكويت وهيئة أسواق المال اليوم سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المستثمرين في لندن، وذلك على هامش الجولة الترويجية الدولية التي أقامتها مؤخرا في لندن بهدف تطوير السوق الكويتي وتلبية للمعايير الدولية وتطبيق أفضل الممارسات. التفاصيل في سياق هذا التقرير. في أول جولة ترويجية بالتعاون مع مؤسسة الخدمات المالية الأمريكية جولدمان ساكس، عقدت بورصة الكويت وأكثر من 7 شركات وبنوك كويتية أكثر من 60 اجتماعا مع ممثلي أكبر المؤسسات الاستثمارية في المملكة المتحدة المهتمة بالاستثمار في دولة الكويت، ومن بينها صناديق ثروات وبنوك تجارية وصناديق استثمارية وصناديق تحوط. تم تحديد هذه الجولة بالتعاون مع جولدمان ساكس بحيث بناء على رغبة المستثمرين تم تحديد أسماء الشركات اللي ويانا في هذه الرحلة، وهذه جزء من استراتيجية طويلة هو تسويق شركات المدرجة للمستثمر العالمي بأن هناك شركات جديرة للاستثمار عريقة لها وجود لها نشاط وأدائها ممتاز. اللقاءات كانت فرصة للمؤسسات الاستثمارية البريطانية للتعرف عن قرب عن مناخ الاستثمار في دولة الكويت، وخصوصا في مجال أسهم الشركات المحلية الكويتية، فضلا عن الاطلاع بصورة أدق على أدائها وطريقة ممارستها لأعمالها والتوقعات المرجوة منها. شاركنا اليوم بعديد من الاجتماعات، شرحنا بعض الأمور فيما يخص بياناتنا المالية السابقة، طبعا للحين ما أعلننا أرباحنا للربع الأول، ولكن شرحنا التوجهات العامة بالإضافة إلى يعني البزنس موديل لبيت التمويل، استراتيجياتنا القادمة أيضا. احنا نتمنى أن هذه اللقاءات تكون قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي بالإضافة إلى أيضا المستثمر. في إطار حرص البورصة الكويتية على الترويج للاقتصاد الكويتي والشركات المدرجة به، عقدت البورصة سلسلة من اللقاءات داخل مجموعة جولدمان ساكس لشرح فرص الاستثمار الواعدة بدولة الكويت وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للكويت. جمال شاهين، تلفزيون دولة الكويت، لندن.